هذا العام سيدي واحد الرجل مشى دخل لدارو، دخل لدارو وهو مقلق وطالع عليه الدم، وهي تجي عندو مراتو وقالت له مالك مالك ياك لاباس علاش مقلق؟ شاف فيها وقال لها قال لها غير سكتي غير سكتي، راه السلطان امر بانهم يقتلوا كل واحد مزوج غير بمرأة واحدة وما تزوجش بالمرأة الثانية. شافت فيه هي وقالت ليه الله أكبر الله أكبر، شكون في حالك يا رجلي، شكون في حالك، الشهادة جات لعندك، جات لعندك الشهادة. إيوا خصك نعم سيدي تلبي النداء. يالله أخوتي يالله أخوتي، وش ماشي مصيبة هادي، ماشي مصيبة هادي، كتلقى السيد فعمرو شي 65 سنة، ياه شي 65 سنة وكتلقاه مطلق شي 7 ديال العيالات مدوزهم كاملين، وجالس في القهوة، جالس في القهوة وطالق الأغنية ديال عطيني يا ربي حقي في البنات شي وحدة تعمر لي عينيا. الله يا خويا الله، الله يا خويا الله، انت راه خص ماشي خصك اللي تعمر لك عينيك، انت خصك اللي تغدق لبوك العينين، نتايا نتايا راه كان باقي لك 4 ديال العيالات وتكمل فرقة ديال الكرة. هذا العام سيدي واحد الولد صغير، واحد الولد صغير جات عندهم مرت عمهم، ايوا جات مرت عمو، هو يمشي لعندها وقال لها مرت عمي مرت عمي فتحي فتحي فمك نشوف، وهي تقول ليه علاش يا ولدي غادي نفتح فمي اش غادي تشوف، جاوبها هو وقال ليها لا ماشي هكاك، راه ماما ماما قالت لينا مرت عمكم عندها واحد لسان كيقطر بالسم، ايوا وبغيت نشوف السم اللي عندك في لسانك. هذا نعم سيدي واحد المكلخ ساقط شي 4 سنين في التحضيريه، شي 4 سنين هو في التحضير يسكن فيه، ما علينا، واحد النهار المدير طلع ليه الدم وهو يجي ودخل القسم عندهم، ايوا بدا كيشوف قال لك الدري وانتايا انت واش غادي تبقى لاصق ليا في هذه المدرسه، قال انا كراهوما في الاعدادي وانت مازال كتقرا ليا في التحضيري، واش ما فيك نفس؟ الدري نعم سيدي طلع ليه الدم، طلع ليه الدم وقع، وهو يهز شكارته وتم خارج مع باب قال لهم الهلا يداوي بكم. ايه ايه الدري الدري كان معول يولي طبيب، ايه كان معول يولي طبيب، ساعة ما خلاهش المدير. هذا العام سيدي واحد السبيطار ديال الحماق، دخلوا الاطباء دخلوا لعند المرادين الواحد البيت ولقاو كل شيء كينقص، وهم يستغربوا ومشاو لعندهم وسولوهم قالوا لهم امالكم نتوما غير كتنقزوا ياك لاباس، وهم يجاوبوهم ديك الحماق وقالوا لهم حنايا حنايا رحنا القليه، حنايا القليه كنتقلاو في الطنجره ايوا كنطرطقوا، وهم يدوروا وجههم وشافوا واحد بوحدو جالس في القنت وكيشوف، قالوا شوف شوف هذاك هذاك وقيل راه دار عقلو، يلا نمشي نسولوه نشوفوه مالو جالس وما كيديرش بحالهم. مشاو لعندو العام سيدي وقالوا له اجي نتايا علاش ما كديرش بحال صحابك، واش نتايا ماشي قليا؟ وهو جاوبهم لا لا انا راني قليا ولكن تحرقت وسقطت في الطنجره لتحت. كنت يا خوتي جالس في الجريده ما بيا ما عليا كنتشمش شويه، وهي تجي عندي واحد الدري وجلست حداي، وهي تقول لي وعمي الحاج وعمي الحاج راه واحد الدري كنعرفو البارح هدرت معاه وقلت ليه وقتاش غادي تجي تخطبني، جاوبتها يا انا مزيانه بنتي مزيان هكا نبغي هكا يكونوا بنات الناس اللي بغاك يجي لداركم، وهي تجاوبني وقالت لي ياه ولكن هو قال لي حتى يدي المغرب كاس العالم عاد نجي نخطبك. ايوا يا عمي الحاج قول لي يا واش كاين شي امل ولا والو؟ شفت فيها يا خوتي شفت فيها وانا نقول ليها اش غادي نقول لك يا بنتي، والامل كاين في العالم كامل الا في المغرب. هذا العام سيدي واحد مشى عند مرتو وهو يقول ليها اجي واش عارفه شنو هو الفرق بين الحب
والزواج. وهي تقول ليه لا لا ما عرفاش، قول لي شنو الفرق بيناتهم. وهو يقول ليها الحب نعمل الله، هو داير فحال دوك النجوم اللي كيكونوا في السماء وكنبقاو حنا نشوفوا فيهم، وهما كيكونوا منورين ومضويين السماء. جاوبته هي ايه الحب احنا عرفناه، هما نجومه، ولكن الزواج جاوبها هو الزواج هو ديك الحفره اللي كتكون محفوره في الارض، وحنايا كنكونوا غاديين وكنشوفوا في النجوم وما ردي لهمش البال حتى كنطيحوا فيها. هذا واحد المعكاز، واحد المعكاز شرى ليه باه واحد المحل ديال الدجاج. ايه قال زعما باش يدير فيه النفس وينوض يخدم على راسو. ايوا هو جالس في المحل وهي تجي لعندو واحد المرا اول كليانه، قالت له عافاك يا ولدي لا معبر ليا واحد الدجاجه تكون فيها شي 2 كيلو. والدري مكسر فوق الكرسي شاف فيها وشاف الدجاج، قال للدجاج يلا اللي فيها شي 2 كيلو فيكم تنوض. هادي نعم سيدي واحد المرأة طيبة الروز وهي تمشي لعند راجلها، قالت له وراجلي شوف تبارك الله هاد الروز وتبارك الله عليا وصافي، شوف كل حبة جات مفرقة على اختها. شاف فيها هو مخنزر وطالع عليه الدم وقال ليها ايه شفتهم مفرقين على بعضياتهم، وانت يا العائلة وفرتكتي لباباها الشمل، بقى لك غار الروز. اخر رجل زوجتك اللي تعذبات وسهرات وربات مسكينه وربات وضربت تماره، واش زعما ما عندك احساس؟ ما فيك حنان؟ زعما مالها مسكينه واش ما تستحقش انك تفرحها شي نهار وتجيب ليها الزوجه الثانيه باش تساعدها؟ ايوا واش غنقول لكم يا خوتي، هذا جهدي عليكم الله يقدرني على فعل الخير. هذا نعم سيدي واحد البخيل واحد السقران منو ما كان، فاق نعم سيدي في الصباح بكري ومشى للحانوت ديالو وحلو. ايوا مني حلو لقاه مسروق، وهو يرجع يسدو بالزربه ورجع لدارو كيجري، وتخشف الملايا وغطى راسو وجبد على بوها من عسى وقال يا ربي لما تخرج هاد الحلمة على خير.